سيد الوزير، مجموعة من الجماعات الترابية ذات الطابع القروي والجبلي بإقليم تازة، على سبيل المثال بويبلان، مغراوة، تيزي وسليم، كناسة الشرقية والجوزات، تعاني من خصاص كبير على مستوى الإمكانات، مما يجعلها سيد الوزير عاجزة عن تنزيل وممارسة الاختصاصات الذاتية ديالها كما ينص عليه قانون الجامعات 113/14. ولذلك سيد الوزير يتطلب الأمر إلى عناية خاصة لمجموعة ديال هذه الجامعات اللي عندها طابع قروي وجبلي. وشكرا سيد الوزير.